الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، واهدنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما في الدارين، آمين. الجلسة الثالثة في الزكاة، إن شاء الله نحاول نخليها الأخيرة، ننهي موضوع الزكاة وإحنا واقفون على نصاب الزروع. فصل في نصاب الزروع. اشترط النصاب في الزروع الشافعية وكذا المالكية، أما الأحناف فعندهم لا نصاب في الزروع، أي حاجة تخرجها الأرض يطلعوا زكاتها على طول، يطلعوا نصف العشر إن كان يسقى بالمجهود، والعشر إذا كان يسقى بماء السماء. هكذا رأي الأحناف، وأنا أحب رأي الأحناف في هذا الزمن لمراعاة لحق الفقير لكثرة الفقراء. لكن الشافعية اشترطوا نصابا، واشترطوا أيضا أن تكون قوتا، المزروع يبقى قوت، فما فيش زكاة في الفاكهة، ما فيش زكاة في الخضروات. لكن الأحناف ما اشترطوش نوع معين، كل ما يزرعه الآدمي ويستفيد به يطلع زكاته، سواء كان فاكهة أو خضارا أو قوتا أو حتى توابل، أي حاجة تطلعها على الأرض يطلعوا، ما لهمش دعوة بالنصاب، ما لهمش دعوة بكمية. طلعت أردب تطلع منه، طلعت أردبين تطلع منه، طلعت نص أردب تطلع منه. ده رأي الأحناف، لم يشترط النصاب في الزروع. كويس، واتوا حقه يوم حصاده، خدوا بمطلق الآية. نصف العشر إذا كان يسقى بالمجهود، يعني بالتكلفة، بمطور، بعمال، بكده، بحفر، عامل بير. إنما لو بيسقى بماء السماء زي في أوغندا والبلاد دي، تلاقي كل السقي عندهم بماء السماء المطر. يبقى ده يطلع عشره لأنه مش مكلفه كتير. يسقى بالراحة، يعني بدون إيه؟ بدون تكلفة. في مصر ما فيش النوع ده، في مصر معظمها بالمجهود وبيستعملوا المطورات والسوائي والحاجات دي في 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 مصر. لكن في البلاد اللي فيها أمطار كثيرة زي الأراضي الاستوائية والحتت دي، فمعظم يعني مزارعها بتسقى بماء السماء. فاحنا عندنا في مصر هنا نصف العشر. فصل في نصاب الزروع. ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق. يبقى احنا الزروع قلنا القوت، ما كان قوتا كالبر والشعير والسلت والحمص والذرة والأرز والبقوليات والفول، كل ده يطلع زكاته. كويس، لأن ده كلها أقوات عند الشافعية. والثمار يقصد بيها نوعين بس، اللي هو التمر والزبيب. التمر والزبيب ده عند الشافعية وكذا المالكية. ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، يعني أقل من خمسة أوسق مع الوزك، لازم خمسة أوسق. الوسق يساوي ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمدد، تقريبا اتنين كيلو ونص. يبقى الوسق ستين في اتنين كيلو ونص يطلع كام؟ 150 كيلو، تضرب في خمسة يطلع 750، يبقى ده النصاب 750 كيلو. واضح؟ ونصاب الزروع خمسة أوسق من الوسق. أوسق جمع إيه؟ وسق.
أو وسق بضم الواو وفتحها. من الوسق مصدر بمعنى الجمع، ربنا بيقول والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، وسق يعني جمع، والليل وما وسق ما اجتمع في الليل من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وما جمع فيه من السكينة، وهكذا. الوسق يجمع السيعان، لأن الوسق يجمع السيعان، لأن احنا قلنا الوسق 60 صاعا، يبقى جمع 60 صاع. وهي أي الخمسة أوسق 1600 رطل بالعراق. الشيخ ابن أبي شجاع كان عراقي بغدادي، فكتبها بالوزن بتاعه أيام زمان، اللي هي 1600 رطل بالعراقي، وفي بعض النسخ بالبغدادي. يبقى مطلوب ان الفقيه لما يجي يقول للناس النصاب والموازين يقول لهم بإيه؟ بموازين بلده وعصره، علشان يحول العلم الى حاجة ينتفع بيها. انما لو احنا قاعدين نقول خمسة اوسق والف وستمائة رطل بالعراقي وانت حضرت الموضوع ومشيت، ما تعرفش ايه الزكاة من قد ايه، فلابد انك انت تحولها بميزان وكيل بلدك وعصرك عشان تفهمها للناس. وده اللي عمله الشيخ ايه ابي شجاع، لان كان بغدادي وفي عصره حولها هو الرجل. 1600 رطل بالعراقي وفي بعض النسخ بالبغدادي، وما زاد فبحسابه. ما فيش وقص، احنا قلنا في زكاة الحيوان في وقص، يعني ما زاد من 120 لحد في الغنم من اول 40 لحد 120 يطلع ايه شوح، يعني الستين زي الاربعين والتمانين زي الاربعين وهكذا. لكن لا، هنا بقى في الثمار، في زكاة الزروع والثمار فلا وقص فيها كما في زكاة الانعام، يبقى ما زاد بحسابه، زي زكاة النقدين بالضبط، ما زاد بحسابه. لكن تختلف زكاة الزروع عن زكاة الانعام والنقدين انه لا يشترط فيها الحول، لا يشترط فيها حولان الحول، لكن بمجرد انك تحصد وتستخلص تبتدي يعني لو حصدت مرتين في السنة هتطلع مرتين في السنة، حصدت ثلاثة في السنة هتطلع ثلاثة في السنة، وهكذا. وما زاد فبحسابه. ورطل بغداد عند النووي 128 درهما. نشوف برضو الامام النووي لما ابتدى يشرح الموضوع ده في الشام في عصره حولها برضو لميزان اهل عصر، وهكذا. يبقى كل فقيه لازم يحولها لميزان اهل عصر. 128 درهما واربعة اسباع درهم، ده عند الامام النووي. وفيها اي الزروع والثمار ان سقيت بماء السماء وهو المطر ونحوه كالثلج او السيح. ايه هو السيح؟ المية اللي سايلة على الارض كده لوحدها بتجري زي سيل فيضان، يسموه السيح. وهو الماء الجاري على الارض بسبب سد نهر، فيصعد الماء على وجه الارض فيسقيها، يعني بلا مجهود، زي ما الشيخ احمد بيقول لك بيسموها بالراحة، سقيا بالراحة، يعني بلا مجهود، بلا مجهود مالي ولا بدني، لان البدني هيبقى تدي اجر العمال، والمالي هتدفع تكاليف الالات اللي بترفع كالموتور وغيره. يبقى فيسقيها يطلع منها ايه؟ العشر. يبقى ال 750 كيلو يطلع 75 كيلو عشرهم، ده لو كان بماء السماء او بالراحة. وان سقيت بدولاب بضم الدال وفتحها ما يدير الحيوان، اللي هو زي ايه احنا نقول على الساقية، في مصر نسموها الساقية وفي الشام يسموه الدوارة. ها؟ يسموه ايه؟ التابوت. والتابوت تابوت بالتاء كده؟ طيب عندكم فين؟ في بيقول لك منطقة الصف والجيزة وبني سويف الحتة دي يسموه التابوت. وجه بحري عندنا يسموه الساقية. وفي بعض اماكن في الشام يسموه الدواره. كل دي يسموها ايه؟ الدولاب. الوقت بقت بالموتور. زماننا احنا ده بقت بالموتور، يقول لك تجيب موتور ري.
علشان ايه؟ يطلع لك المية من تحت ويسقيها بعيد. كان زمان بالنواضح ايام النبي في المدينة، الناضح وهي الناقة التي تحمل الماء الى اماكن ايه؟ الري. دي سموم النواضح، جمع ناضح، وهي الناقة التي تحمل الماء. كل دي برضو ايه؟ تختلف باختلاف الزمن. وان سقيت بدولاب او سقيت بنطح من نهر او بئر بحيوان كبعير او بقرة نصف العشر. وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلا سواء ثلاثة ارباع العشر. يبقى لو كان مناصفة بس ايه بنص مطر والنص التاني، يبقى هنطلع ثلاث ارباع العشر. فصل في عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. هي في ايه تاني زرقس؟ طب خليها بقى الاسئلة في الاخر، حاضر، بس دونها عندك. فصل في عروض التجارة. عروض التجارة كل ما هو بضاعة معروضة للبيع، ده يسموه عروض التجارة. اي بضاعة معروضة للبيع يسموه عروض تجارة. يعني واحد بيبيع سيارات تبقى عروض التجارة عنده سيارات، بيبيع ثلاجات تبقى ثلاجات، بيبيع اراضي تبقى عبارة عن اراضي. كل واحد على حسب، بيبيع عقارات تبقى عروض التجارة بتاعته عبارة عن عقارات، عمارات وشقق وهكذا. وتقوم عروض التجارة عند اخر الحول بما اشتريت به. يعني بنفس النقد الذي اشتريت به. يعني انا دلوقتي جبت بضاعة سيارات بتلاتة اربعة مليون جنيه مصري، كويس، قعدت عندي سنة عارضها للبيع، فاجي عند حوالين الحول اقومها بالجنيه المصري، ما اقومهاش بالدولار ولا باليورو ولا باي عملة اخرى زي ما اشتريتها بيها. طب افرض انا شاريها بالدولار، اقومها بالدولار. يبقى بما اشتريت به، يعني من جنس العملة التي اشتريت بها، ان كانت بذهب فبذهب، بفضة فبفضة، بجنيه مصري بجنيه مصري، يورو بيورو وهكذا. يبقى نقومها امتى؟ اخر الحول، بقيمتها عند اخر الحول. يعني انا كنت شاري السيارات دول بتلاتة مليون جنيه مصري اول الحول، بعد 12 شهر هجري عارضهم البيع، ارتفع سعر السيارات فصارت اللي ب 3 مليون، البضاعه اللي ب 3 مليون جنيه مصري دي بقت ب 4 مليون. يبقى عندي انا هطلع زكاه 4 مليون. واضح؟ يبقى بقيمتها وقت الحول مش بقيمتها وقت ما اشتريتها. طب افرض انخفض سعر السيارات، انا جايب 3 مليون وبقت ب 2 مليون، اطلع زكاه 2 مليون. على حسب ارتفعت او انخفضت. واضح؟ الحته دي مهمه للتجار ياخدوا بالهم منها. يبقى ما بيقوم اللي عنده في المخزن بيقومه بالعملة اللي اشترى بيها وسعرها وقت اخراج الزكاة مش وقت ما اشتراها. فهمت ازاي؟ وتقوم عروض التجارة عند اخر الحول بما اشتريت به سواء كان ثمن مال التجارة نصابا ام لا. يعني انا اشتريتها بالجنيه المصري، انا اشتريت بضاعة بإيه؟ ب 5000 جنيه مصري. أهي دي مش نصاب 5000 دي. لكن بعد سنة لما قومتها بالجنيه المصري لقيتها بقت 20000 جنيه مصري. أطلع زكاتها. مع إن أنا اشتريتها بأقل من النصاب، بس بعد ما مر سنة بلغت النصاب وزادت. فاهم؟ يبقى سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا، فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول، خد بالك آخر الحول، نصابا زكاها. أنا اشتريت بضاعة ب 10000 جنيه مصري، أهو ده نصاب. آخر الحول السوق فيه ركود، بقت ب 5000، ما عليا الزكاة. واخد بقى؟ مع إن أنا لو شلت ال 10000 في إيدي كنت طلعت زكاة. لو كانت النصاب مثلا 10000، على حسب الإيه يعني النصاب. يبقى العبرة ان هي ايه؟ قيمتها تبلغ نصابا اخر الحول فما زاد. فان بلغت نصابا اخر الحول فما زاد اطلع زكاتها ربع العشر زي زكاة النقدين بالظبط. زكاها والا فلا.
ويخرج من ذلك بعد بلوغ قيمة مال التجارة نصابا ربع العشر منهم، زي ما بنطلع زكاة الذهب والفضة والأوراق المالية بنطلع فيها ايه؟ ربع العشر. طيب في نوع تاني من الزكاة، وهو ايه؟ ما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه. يبقى لو استخرج من معادن، افرض انا بستخرج معادن ذهب او فضة، عندي منجم ذهب بيسموه تبر الاول وهو ايه؟ في التراب مخلوط يعني، فانا عندي منجم ذهب فخرج منه الذهب، احسب لو بلغ نصاب بعد التنقية اطلع على طول ايه؟ الزكاة بتاعته. بطلع الزكاة بتاعته كزكاة ايه؟ ما يشترطش على فكرة فيها طبعا زكاة الذهب ربع العشر معروف، هتطلع زكاة ربع العشر ما يشترطش فيها ايه؟ حوالين حول هنا، لان دي زي الزروع بقى، مجرد ان انا طلعت من المنجم واستخلصت وبقى نقي ووزنت لقيت زاد عن النصاب اروح مطلع على طول، لان ده بالظبط كأنه زرع وانا ايه بحصده، ده اللي هو المعدن. كذلك الفضة، وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه إن بلغ نصابا ربع العشر في الحال. في الحال يعني إيه؟ بدون حوالين حول، في الحال إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة، إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة مسلم حر ملك تام، الحاجات اللي إحنا قلنا إيه الشروط الأولانية. والمعادن جمع معدن بفتح داله وكسرها معدن ومعدن، اسم لمكان خلق الله تعالى فيه ذلك من موات أو ملك. طب هل المعادن تبقى الذهب والفضة بس ولا أي معادن؟ افرض أن أنا عندي يعني منجم فحم، منجم منجنيز، منجم حديد، منجم رصاص، الراجح أن هو الذهب والفضة بس، إنما الحاجات دي كلها لما ابيعها هتتحول الى مال وهتبقى في رصيدي، هطلعها مع زكاة المال. لكن خد بالك ان المعادن دي انا بطلع ربع العشر من جنسها، يعني بطلعها ذهب وطلعها فضه، كل زكاة بتطلع من جنسها، زكاة الحيوان تطلع الحيوان ما طلعش القيمه، زكاة الزروع تطلع زروع، انا زرع قمح هطلع قمح ما طلعش ذره، زارع تمر ما طلعش زبيب، فاهم؟ يبقى كل زكاة تطلع من جنسها. ليه بقى؟ حتى يكون للفقير نصيب من جميع أجناس المال. واضح؟ يعني ما ينفعش أنا الزكاة بتاعتي هطلعها طلعت جمل أروح بايعه وأقسم ثمنه على الفقراء، ما ينفعش، أديه لهم جمل هم يتصرفوا بيه بقى، لأن الفقراء دول أصلا مش محجور عليهم بسفة، أو من أبيع بالنيابة عنه أو أبيع لهم، فهمتني؟ يعني افرض الزكاة بتاعتي طلعت جمل أو طلعت شاه، ما أقولش والله أنا هروح أتبعها وأقسمها عليهم كل واحد كيلو، ما ينفعش، شاه بتمأمأ ياخدوها بتمأمأ عايشة عشان يمكن ياخدوها يستثمروها ويحلبوا لبنها ويخلوها تحمل وتنجب وبعد 3 4 سنين تبقى 20 شاه، فهمت بقى؟ الدهب اديه لهم دهب، تقسمه ازاي؟ شوف عليك كام جرام واديه لهم. اديه الواحد، المشكله هو بقى يتصرف فيها، هو ياخدها يديها لمراته هديه تلبس الدهب تفرح زي ما مرات الغني بتلبس الدهب، أو ياخدها هو يبيعها ويفك نفسه بيها براحته بقى، أنا مش بحاجر عليه، فهمتني ازاي؟ يعني أنا بطلع زكاة الدهب أطلعها دهب، زكاة الطعام اللي هو الزروع من جنسها، كل زكاة من جنسها، لا يجوز إخراج القيمة. واضح؟ ونص عليه الإمام النووي في المجموع أكثر من مرة، ناخد بالنا. يعني ما ينفعش زكاة المال بتاعتي أحولها لقماش مع دخول المدارس واجيب لبس مدارس واوزعه على الفقراء، غلط، دي صدقه، مطلق صدقه مش زكاه. عليك تطلع الزكاه تاني، لان اللي عملته ده دي صدقه.
الزكاة لازم توصل للفقير هو يتصرف فيها كيف شاء، لأن حق الفقير في مال الغني، واضح؟ بدون أن يتصرف الغني بالنيابة عن الفقير. فهمت المسألة؟ هنيجي ايه، هنتكلم الموضوع ده بالتفصيل في المصارف، هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل فين؟ في مصارف الزكاة. ننقل بقى وعديها كويس، ما توقفش بقى في دي. طيب في نوع تاني من الزكاة بعد غير زكاة المعدن المعادن، في زكاة الركاز. الركاز اللي هو واحد بيحفر لقى دفين، لقى كنز تحت الارض، دفينه الجاهلية، كنز مدفون من ايام ايه؟ الجاهلية، من قبل الاسلام يعني. طب لو الكنز ده كان اسلامي يبقى ده ملك مسلمين، ادور الارض دي كانت ملك مين قبلي، واخد بالك، واروح الشهر العقاري واسأل ملك مين قبلي وملك مين قبل مين، لحد ما اشوف ورثة هذا الراجل، واعلم الاعلان في الجورنال واقول ورثة فلان الفلاني وجد كنز في ارض جدهم التي قالت لملكي، ولما ييجوا ياخدوا الكنز بتاعهم يطلعوا 20% منه في الحال زكاة، 20% خمسه زكاة، يبقى الركاز فيها الخمس. ها؟ لا ليه ثواب بقى، ليه ثواب لو كان من اهل الزكاة، له ثواب ايصال الامانة، له ايصال الامانة، ده القانون عمل كده علشان يشجع الناس لما قلت الامانة. لكن انت اصلا المفروض الامانة لا تؤخذ عليها اجر في الدنيا كده برضه، لكن القانون عشان يشجع الناس على اداء الامانات قال لهم هندي له 10% منها، فهو ده حق قانوني مش حق شرعي يعني، عشان تشجيعا للناس بعد تضييع الامانات. خلاص حتى ابلغ الحكومه، لا ده لو دفين الجاهليه او دفين الاسلام في الزمن بتاعنا هتبلغ الحكومه، لانه بقى اسمه اثار، ثم الحكومه هي بقى المسؤوله، تتصل باصحابه الاصليين وتقومه ذهب وتدي لهم قيمته وتاخده هي قيمه الاثريه بتاعتها. لا لا يجوز بقى هنا مخالفه، ليه؟ لان اصبح له قيمه اخرى فوق قيمته الماليه، يعني دلوقتي الاثار لها قيمه اخرى فوق قيمتها الماليه، وهي انها اثر، واخد بالك، تاريخي، اصبحت قيمتها بالملايين. ممكن تلاقي حته تمثال حجر كده ما يسويش حاجه، لو عرضته في سوق السيده عائشه الناس ما ترضاش تشتريه منك، لكن بتوع الاثار يشوفوه يقول لك ده بمليون، حاجه غريبه. هم بقى فاهمين قيمه الحاجات دي، يقول لك ده اصله من عصر البطليموسي ولا مش عارف ايه الحاجات اللي بيقولوها دي، واخد بالك؟ طبعا طبعا طبعا. وما يوجد من الركاز وهو دفين الجاهلية، وهي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الإسلام. لكن لو كان دفين إسلام يبقى حكم اللقطة، لابد من تعريفها ولابد من إيه؟ من إيصالها لأهلها، حكم اللقطة. ففيه دفين الجاهلية ده في إيه؟ في أي الركاز الخمس، يبقى يطلع منه 20%. طيب البترول يبقى ركاز؟ كثير من الفقهاء في هذا العصر الحديث قال لك البترول ركاز، قالوا البترول حتى بيسموه الذهب الاسود، وهو اصلا ده عباره عن دفين من الاف السنين، عباره عن نباتات وحاجات من دي دخلت في بطن الارض من الاف السنين وتفاعلت مع حراره بطن الارض فتحولت الى هذا السائل الاسود اللي بيستخدم للطاقه. كويس؟ يبقى البترول له حكم الركاز، يبقى المفروض كل الدول البترولية تطلع 20% تحطه ببيت مال المسلمين من أموال البترول، لو نفذوا هذا لا تجد فقير في بلاد المسلمين خالص. فعلى الله هذا الموضوع يصل صوته إلى يعني بلاد البترول حتى مصر ما فيها بترول وغاز طبيعي، تطلع 20% من دخل الغاز الطبيعي تزوج به الشباب الفقير وتعمل مشاريع للناس اللي هي مش لاقيه تشتغل، وتعمل بيوت تسكن فيها الشباب اللي مش لاقي يسكن وببلاش، كل ده ببلاش، مش تملكها لهم كمان باقساط، ده لهم ببلاش طالما من مصارف الزكاة اللي احنا هنشوفهم الثمانية. يبقى ففيه اي الركاز الخمس،
ويصرف مصرف الزكاة على المشهور، ومقابله أنه يصرف إلى أهل الخمس المذكورين في آية الفيء. يبقى عندنا وجهين في الركاز، إن الركاز ده فيء فيصرف بتقسيم الفيء اللي هو في سورة الحشر، واخد بالك؟ اللي هو هيبقى الأربع أخماس ياخدوه لله ورسوله وولي القربى، يا قرابة النبي ياخدوا، ده كانوا زمان قرابة النبي دول بقى اللي عندهم نسب شريف، يا أصحاب مليارات لو تنفذ الوجه ده يعني، واخد بالك ليه؟ لأن هم مش هياخدوا من الزكاة، خد بالك هم محرومين من الزكاة، فيقوم يغنوهم بهذا المال بديل عن أنهم لا يأخذوا من الزكاة، الزكاة محرمة عليهم. ده المقابل لإيه؟ للمشهور، لكن المشهور إن هي تصرف مصارف الزكاة المعتادة. خدت بالك؟ ده المشهور. يبقى عندنا احنا وجهين في الشافعية، وجه مشهور وإنها هي إن زكاة الركاز تصرف مصارف الزكاة العادية الثمانية اللي هنقولهم، والوجه المقابل للمشهور إن هي يعتبر فيء، يعني جاء بغير قتال. واخد بالك؟ وطالما كل شيء جاء بغير قتال اسمه ما أفاء الله على مما أفاء الله على رسوله، ويبقى قسمته قسمة الفيء اللي هو أربعة أخماس، والخمس الخمس بعد كده لإيه؟ لباقي المسلمين. لكن الأربعة أخماس يتقسموا أخماس، خمس لله ورسوله يعني يدخل الخزانة العامة علشان ياخد مرتبات الولاة، الولاة اللي هم بالنيابة عن النبي، ولاة أمور المسلمين. آدي معناه الخمس بتاع وبعدين خمس تاني لأولي القربة، وخمس تاني للفقراء وابن السبيل، وخمس ثالث لميزانية مثلا رئاسة الجمهورية علشان بتعمل مأدوبات وبتاع لإيه لاستقبال الوفود الخارجية اللي بتيجي، كل ده ينفق منها، واخد بالك؟ نفقات تقسم بهذه الطريقة. كل ما جاء بغير غلبة ولا سلاح، استسلام عدو، من أموال الكفار. إذا جاء كل ما جاءنا من أموال الكفار بغير قتال يبقى يسموه فيء، زي إيه؟ بني النضير استسلموا ومشوا ونزلت فيهم سورة الحشر، إنما بدر كانت بقتال غنيمة، وده الفرق بين الغنيمة والإيه والفيء. الغنيمة تقسيمتها في سورة الأنفال، إنما الفيء تقسيمته في سورة الحشر. الغنائم اللي في سورة الأنفال بتقسم بقى خمسها لله ورسوله والأربع أخماس للجند، واخد بقى؟ إن لم يكونوا، إن كانوا متطوعين، أما إن كانوا مرتزقة يعني بياخدوا مرتبات يبقى تخش في الخزانة العامة بيت مال المسلمين، فهم؟ يبقى الخمس ياخدوا الله ورسوله الأول، ويتقسم الخمس أخماس ده في الغنيمة، وبعدين الأربع أخماس ياخدوا الجند إن كانوا متطوعين، فإن كان هو شاري سلاحه والفرس معاه الفرس ياخد سهمين والجندي ياخد سهم، واضح؟ ولو كان هو مسلح من قبل الدولة يبقى ياخد سهم واحد، الدولة هي اللي مسلحاه لكن ما بتدلوش أجر، يبقى ياخد إيه أجره؟ هو إيه من الأربع أخماس، يتقسم بهذه الطريقة. لكن دلوقتي الجيوش أصبحت ما فيش جيوش تطوعية، كلها جيوش نظامية وبياخدوا مرتبات من ميزانية الدولة، وبالتالي لو حصل غنائم في هذا الزمان يدخل في ايه؟ في ميزانية العامة للدولة، ياخدوا منهم مرتبتهم بعد كده ومكافأتهم والحاجات دي كلها. ايوه، والمساكين وابن السبيل. ما هو الخمس دول، الخمس ده يتقسم اخماس، وفي الفيء الاربع اخماس يتقسم اخماس، فهمت؟ فصل في زكاة الفطر. زكاة الفطر بيسموها زكاة الفطرة وزكاة البدن، وهي زكاة بتجب في آخر رمضان كل عام. وتجب زكاة الفطر ويقال له لها زكاة الفطرة أي الخلقة بثلاثة أشياء: الإسلام، فلا فطر على كافر أصلي إلا في رقيقه وقريبه المسلمين،
يبقى يشترط الاسلام عشان تطلع زكاة فطر لازم عن مسلم. يعني لو راجل متجوز واحدة مسيحية مراته ما يطلعش زكاة فطر عنها، واضح؟ مع ان هو بينفق عليها يعني زوجته، بس ما يطلعش زكاة الفطر عنها. عنده رقيق كفار مش مسلمين ما يطلعش زكاة الفطر عنهم. يبقى اول شرط فيها الاسلام، فلا فطر على كافر اصلي الا في رقيقه وقريبه المسلمين. وبغروب الوجوب الثاني، الشرط الثاني، غروب الشمس من اخر يوم من شهر رمضان. اللي يغرب عليه اخر يوم في رمضان شمس اخر يوم في رمضان يبقى حضر جزء من رمضان وجزء من العيد، وجبت عليه زكاة الفطر. واضح؟ يعني لو ولد قبل الغروب له مولود وظل عايش لحد بعد الغروب بساعة وبعدين مات، وجب إخراج زكاة الفطر عليه، لأن اجتمع عليه إيه؟ جزء من رمضان وجزء من العيد. لكن لو ولد له مولود بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان اتولد له، ما عليهوش زكاة فطر، لأنه ما حضرش في رمضان لحظة، واخد بقى، لازم يجتمع عليه جزء من رمضان وجزء من إيه؟ من العيد عشان تجب عليه. يعني لو مات قبل غروب الشمس بلحظة خلاص ما وجبش إخراج زكاة الفطر عنه، ولو ولد بعد غروب الشمس لا يخرج زكاة الفطر عنه، لو مات بعد غروب الشمس بلحظة وجب إخراج زكاة الفطر عنه. فهمت بقى؟ الحتة دي نقطة مهمة. يبقى وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان وحينئذ فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده، زي ما وضحت لك. ثالث شرط، وجود الفضل، وهو يسار الشخص بما يفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. يعني كل ما كان عنده زيادة عن قوته في اليوم ده وجب إخراج الزكاة عنه، عن نفسه وعمن يعول. أي يوم عيد الفطر وكذا ليلته أيضا. يبقى عشان تجب لازم يجتمع عليه جزء من رمضان وجزء من العيد. طب وقت الأداء، وقت الأداء عند الشافعية من أول رمضان لحد غروب شمس يوم العيد، ده وقت الأداء. وقت الاستحباب ليلة العيد قبل الصلاة، ده وقت الاستحباب. وقت الجواز من أول رمضان إلى غروب شمس يوم العيد، ده كل ده وقت أداء عند الشافعية. يعني لو خرج زكاة الفطر بتاعته مع أول ليلة في رمضان برئت ذمته عند الشافعية، معلوش حاجة، لأن ده وقت أداء يجوز أن يخرج. لكن الأفضل يأخرها للعشر الأواخر، والأفضل أن تكون في آخر ليلة من رمضان، وأفضل الأفضل أن تكون قبل صلاة العيد، واخد بالك؟ ويزكي الشخص عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين. فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار وإن وجبت نفقتهم عليه. خد بالك، يعني أنا لو بلاش، أنا واحد أوروبي أسلم، أبوه ما أسلمش ولا أمه أسلمت، كفار، لكن هو بينفق عليهم، واجب عليه ينفق عليهم لأنهم عاجزين عن النفقة. إن عجزوا عن النفقة واجب عليهم إسلاميا شرعا أنه ينفق على أبيه الكافر وعلى أمه الكافرة، لكن ما يخرجش عنهم زكاة فطر بالرغم أنهم واجب النفقة عليهم. أسلم ورفض أولاده يدخلوا في الإسلام فظلوا كفار، ما زال واجب عليه أن ينفق عليهم لأنهم أولاده، ولكن لا يخرج عنهم زكاة فطر. فهمت؟ وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج، هيخرج قد إيه بقى عن كل شخص؟ صاعا من قوت بلده، صاع، الصاع 2.5 كيلو من قوت البلد، عن كل فرد، صاع عن نفسه، صاع عن زوجته، صاع عن أبنائه بعددهم، صاع عن أمه إن كان ينفق عليها، عن خادمه إن كان ينفق عليه، يحسب كم رأس ينفق عليها ويضرب في عدد الصيعان. يبقى صاعا من قوت بلده، لابد ان يكون قوتا، ما ينفعش بقى يخرجها فاكهه، ما ينفعش يخرجها هدوم،
ما ينفعش يخرجها عقارات او موبايلات او شنط عشان دخول المدارس، ما ينفعش. لابد قوت عند الشافعي، ولا يجوز اخراج القيمه عند الشافعي. اصل المذهب كده، الاحناف اجازوا اخراج القيمه، يشوف الصاع 2 كيلو ونص قوت ده يساوي كام بالاموال بالاوراق الماليه ويطلع هذه القيمه عند الاحناف، كويس. لكن الشافعية لا يجيز الا قوت البلد. قوت مين؟ قوت البلد. فتشوف انت البلد في مصر قوتها ايه؟ الرز والقمح، لان القمح بيعملوا منه العيش اللي هو القوت، والرز بياكلوه بيخزنوه في البيت وياكلوا منه. يبقى ايه؟ ممكن اخراجها ارز او قمح عند المصريين. وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج صاعا من قوت بلده إن كان بلديا، يعني كان لبلد يعني، فإن كان في البلد أقوات غلب بعضها وجب الإخراج من الغالب. ولو كان الشخص في بادية لا قوت فيها أخرج من قوت أقرب البلاد إليه. ومن لم يوسر بصاع، طب افرض هو ما يقدرش يطلع صاع عن كل واحد، يقدر يطلع نصف صاع، يبقى فأتوا مما أمرتكم ما استطعتم، يطلع بقدر طاقته. ومن لم يوسر بصاع بل ببعضه لزمه ذلك البعض، وقدره أي الصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي. احنا قلنا الصاع 4 أمدد والمدة تقريبا كيلو إلا ربع، هو أقل من كيلو إلا ربع، بس أنا بحب أقربه للأكثر لمصلحة الفقير، فممكن نقول في زكاة الفطرة الصاع يبقى 3 كيلو، كويس، على أساس كيلو إلا ربع، لكن هو المدة أصلا 680 جرام، 680 جرام المدة، موجود مد النبي موجود إلى الآن، موجود في المتاحف، مد النبي موجود في المتاحف إلى يومنا هذا. ايوه، ما في مد النبي موجود معمول على نمطه، على نمطه موجود مع أسامة السيد الأزهري، عنده مد خده من أحد المشايخ، مد النبي عنده، ممكن تاخده وتعمل قالب عليه وتعمل واحد زيه، ممكن يعني، إن شاء الله يتفق معاه. يبقى شاطر الشيخ، أنا قايل له من سنتين هات لي واحد عامله مش طايله. بس ايه، دار الافتاء بيقولوا 2 كيلو ونص، لكن انا لما حسبتها لقيتها حوالي 680 جرام او 670، لكن دار الافتاء حاليا يقول لك 2 كيلو ونص. ما يجراش حاجه، احنا لما نخليها 3 كيلو احتياط، احتياط لمصلحه الفقير. ما على حسب لا، اذا كان كيلا يكال بالمد، واذا كان وزنا نشوف الوزن يبقى قد ايه ملئه من ماء، اللي هو كثافته 1 قد حجمه، واخد بالك، وبعدين نحسبه بالوزن. فهمت المساله؟ يعني الحاجه اللي هي وزنها قد، وزنها قد حجمها لما تبقى كثافتها 1، زي الميه، يعني لتر الميه بيساوي كيلو في الوزن لان كثافتها 1. فاذا كانت انت عايز تشوف الكيل، كيل اهل المدينه، يعني فيما يكال تكيل بالمد، طب فيما يوزن تشوف وزن المد قد ايه في الماء اللي هو كثافته 1، ويبقى هو ده تضربه في 4 اللي يطلع، واخد بال حضرتك؟ بس ما هو احنا الوقتي واخد بالك، الرز كان زمان في اجيال كثيره كان بيباع بالكيل، وبعدين الوقتي في زماننا احنا تحول الى وزن، واخد بالك، فاصبح يباع وزنا. فهي بتحتاج على حسب، اذا كنت انت هو الاصل انك انت تشوف ايام النبي ده كان يكال ولا يوزن، فلو كان يكال تقوم تكيل بقى ايه بالمد المعروف. على اي حال الوقت حسبوه
في المكاييل الشرعية الصاع من 2 كيلو ونص ل 3 كيلو، ما حدش زوده عن 3 وما حدش قلله عن 2 ونص. وسبق بيان الرطل العراقي في نصاب الزروع. طيب افرض فات غروب شمس يوم العيد وما طلعش زكاة الفطر، يبقى لابد ان يطلع على نفس ذمته، بس هتبقى قضاء، مش عشان فات اليوم خلاص يقول لك خلاص سقط عني، لا تفضل ذمته متعلقة بها فيخرجها ولو قضاء في اي وقت من السنة. واضح؟ ده عند الشافعية، ده وقت الاداء، مش وقت الافضل، الافضل ان يكون قبل صلاة العيد. ايوه، يعني يدخل من اول ليلة في رمضان لحد غروب شمس ليلة العيد، كل ده وقت اداء. كويس، اللي هو يوم العيد، يوم العيد. ايوه، يعني العيد بتاعنا يوم السبت، اما تغرب الشمس بقى يوم السبت يبقى دخلنا احنا في الحد تاني يوم، يبقى فات وقت الأداء، دخلنا في القضاء بقى. لا لا، يعني لابد ان يخرجها، واخد بالك؟ الشافعية قالوا ان هي ملحقة بيوم العيد كله، واخد بال حضرتك؟ انما احنا بنتكلم على الأضحية اللي هي ما كان قبل صلاة العيد يسموه صدقة، لو ذبح قبل صلاة العيد يسموه صدقة في الأضحية، ما تبقاش أضحية، بعد صلاة العيد تبقى هي دي الأضحية. فصل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز. طبعا تدفع فورا لو حل الحول، لا يجوز تأجيلها، لكن يجوز إخراجها مقدما، لكن لا يجوز إخراجها تأخيرا، يعني مجرد حل الحول وجب إخراجها على الفور، لأنها خلاص تعلقت، بقيت أنت ضامن، بقيت ملك اليمين، ملك الفقير في جيبك، بحيث لو هلك مالك تضمن تخرجه. يعني افرض انك انت جنبتها، جنبت مال الزكاة ده وشلته، على انك هتديه للفقير بعد يومين لانه مش موجود النهارده، امهلك منك او سرق، انت تضمنه، يجب تخرجه تاني، مش يقول انا ذنبي ايه ما هو اتسرق. فهمت؟ وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز، في قوله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهو ظاهر غني عن الشرح إلا معرفة الأصناف المذكورة. الفقير في الزكاة تعريفه هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. الفقير اللي هو مالوش مال وكسبه لما بيجي يشتغل يكسب له جنيه في اليوم ولا 2 جنيه وهو احتياجه 20 جنيه في اليوم، ده يعتبر فقير. يا اما مالوش مال اصلا، يا اما كسبه اللي بيجي له لا يقع موقعا من حاجته، يعني ما يسدش رمقه. فاما فقير العرايا من لا نقد بيده. العراية هناخدها بعد كده في ايه؟ في انواع البيوع، في ربا الفضل، ان النبي استثناها من ربا الفضل، هي فيها علة ربا الفضل. العراية اللي هي بيع الرطب والعنب على الشجر خرصا بقدره تمر او زبيب بحيث لا يزيد عن 5 أوسق مراعاة للفقير. ده تعريف العراية كده. انت عارف خرصا يعني ايه؟ يعني تخمينا، تخمين يعني يبص كده على الرطب وهي على النخل، يقول الرطب اللي على النخل ده لما يتتمر ويفقد ماءه هيبقى تقريبا كذا كذا طن مثلا، فاذا خرص بهذه الطريقة لي من حق ان انا اعطي للفقير قدره تمر، واخد بالك ازاي؟ بس في حدود ما يزيدش عن 5 أوسق اللي هو نصاب الزكاة.
بالرغم ان في علة الربا وهو عدم التماثل، عدم تحقق التماثل في متحد الجنس والعلة، لان متحد الجنس والعلة لابد فيه من 3 شروط علشان تخرج من الزكاة، تخرج من الربا: التماثل والتقابض والحلول، مش كده برضو؟ طيب انا عندي التمر والرطب، دول متحد الجنس ومتحد العلة، العلة الطعمية والجنس، العلة الطعمية علة واحدة والجنس نوع واحد، ان الرطب والتمر ده نوع واحد وهو بلح، كده برضو؟ يبقى ما ينفعش ان انا اكيل رطب بتمر. ليه؟ لان الرطب فيه مية غير معلومة القدر، فعلشان اتحقق التماثل لابد ان انا انتظر لما الرطب يتتمر وبيعه بمثله تمر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مراعاة للفقير، الفقير بالطريقة دي مش هيعرف يأكل رطب أبدا، لأن الفقير في العرايا هو الذي لا نقد عنده، ما عندوش نقد يشتري رطب، لكن عنده تمر مخزنه في البيت، فهمت؟ والعيال ولاد الفقير شايفين الرطب مالية السوق، يا بابا عايزين رطب، يا بابا عايزين رطب، هو ما عندوش دراهم ولا دنانير يشتري، لكن عنده مخزن تمر. يقوم من حق الفقير الرسول ايه مراعاة للفقير، انه هو يبدل التمر اللي عنده برطب خرصا في حدود ايه ما يزيدش عن 5 أوسق، علشان الفقير كمان ياكل رطب في موسم الرطب، ما يبقاش كل اكله تمر، فهمت؟ ومراعاة للغني كمان، لان الغني كان زمان الاغنياء اللي عندهم نخل كتير يقول لك ايه، يسيب له قد 10 نخلات ولا 20 نخلة كده في النخل بتوعه، يقول لك دول للفقراء، كويس؟ فالفقراء بقى يعرفوا ان 10 نخلات دول بتوعهم رايحين جايين في البستان كل يوم بياخد، قلقين الراجل عارف يراعي نخله، ولا في نفس الوقت ايه قادر يطردهم، علشان هو ابوه معود الناس على كده من زمان، فخايف يطردهم ياخد شؤم منع الصدقة، وفي نفس الوقت لما بيسيبهم مبوظين له الايه البستان بتاعه، داخلين طالعين طول النهار ايه بناخد من نخلنا، مش انتوا بتدولنا صدقة، فاهم؟ يقوم يعمل ايه الغني عشان يخرج من المأزق ده، يقول لهم تعال اقعدوا هنا، يجيب واحد خارس يخرس، الخارس ده يبص له في النخل ده بتاع الفقراء، الرطب دي لو تحولت لتمر تبقى كام كيلة؟ يقول له كذا كيلة، يقول لهم روحوا على المخزن خلاص ادوهم تمر، تخشوش هنا تاني، يقوم يستريح منهم، فهمت بقى؟ يبقى ايه ارفاقا بالغني فلا يقطع عادته، وارفاقا بالفقير، كل ده رعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلشان كده النبي له التصريف في التشريع، بالرغم ان فيها علة الربا الا ان النبي اباحها. تقول لي النبي اباح الربا؟ اباح الربا في حدود 5 أوسق ارفاقا بالفقير والغني، يبقى النبي له التصريف في التشريع مع ان فيها علة ربا الفضل، فهمت المسألة؟ ففقير العرايا ده مش من جنس الناس اللي ياخدوا في الايه اللي ياخدوا في الزكاة، لان فقير العرايا معهوش سيولة، لكن ممكن يبقى غني وعنده ايه وعنده اراضي بس معهوش سيولة، وعنده في المخزن بتاعه اطعمة كتير، ففقير العرايا مش مقصود في باب الزكاة، فما ياخدش زكاة ده، فهمت المسألة بقى؟ عشان كده بيقول لك ايه، اما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده وقد يكون غنيا، فده ما ياخدش من الزكاة، لكن ياخد في العرايا، فهمت بقى المسألة؟ والمسكين، ايه الفرق بين الفقير والمسكين؟ المسكين من قدر على مال او كسب يقع كل منهما موقعا من كفايته ولا يكفيه، يعني هو بيحتاج كل يوم 20 جنيه بيشتغل طول اليوم ب 15 جنيه، يبقى هو عنده عجز 5 جنيه، هو ده يبقى مسكين، فهمت؟ يعني بيجيب مال معقول كويس 3/4 حاجته بمجهوده، لكن باقي له ربع حاجته محتاج سنده كده تساعده، يبقى اسمه مسكين. فالمسكين أحسن حالا من الفقير عند الشافعية، عكس الملكية، الملكية عندهم المسكين أشد فقرا من إيه؟ من الفقير عند الملكية في التعريف، لكن الاثنين من مصارف الزكاة. طيب
هنعطي الفقير والمسكين من الزكاة قد ايه؟ خد بالك، نعطي للفقير والمسكين من الزكاة كفاية عمره، واخد بالك؟ الغالب حتى دي الناس مش واخدة بالها منها، مهمة ليه؟ عشان نخلص من الفقراء بعد كم سنة ما يبقاش عندنا فقير. يعني انا عندي فقراء، المفروض اصل ايه الزكاة دي بيجمعها الحاكم، حاكم المسلمين يجمع الزكاة، بقى عنده مليارات من اموال الزكاة، يشوف الفقراء اللي عنده والمساكين، يعطي لكل فقير ومسكين كفاية عمره، اللي كان فيه عمره الغالب، العمر الغالب اللي هو ايه 60 سنة مثلا، 63، مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول غالب عمر امتي بين 60 والـ70؟ يبقى ايه الراجل ده فقير عنده 40 سنة، كويس، عشان يعيش لحد 65 محتاج 25 سنة، بيحتاج في اليوم 50 جنيه، 50 جنيه في 30 عشان نعرف في الشهر 1500، نضرب 1500 في 12 في 25 يطلع مثلا 1,000,000 جنيه، كويس، اروح مدي للفقير ده 1,000,000 جنيه اللي هو ايه حولته الغني، ما يجيش المره الجايه يقف في الطابور، خلاص خلصنا منه، فهمت؟ والمسكين كذلك. ها ملناش دعوه بقى، انا اصلا مش هحجر عليه، انا هديله غالب قوته، هو بقى يعمل مشروع تجاري، يشتري اذا كان راجل صانع وما عندوش امكانيات يشتغل يفتح ورشه، راجل نجار بس ما عندوش خشب يعمل حاجه، هياخد 1,000,000 جنيه يعمل ورشه حلوه ويشتغل ويبقى راجل تمام. اذا كان راجل مثلا زارع بيعرف يزرع، هيشتري حته ارض ويقعد يزرعها، واخد بالك؟ كل واحد اذا كان هو راجل تاجر هياخد 1,000,000 جنيه دي، يشيل شويه يصرف منها وشويه يجيب بضاعه ويبتدي يتاجر ويقلب المال ويغتني. اذا كان راجل بيعرف يسوق هيجيب لك عربيتين ثلاثه تاكس ويشغلهم ويعيش مبسوط، يبقى انت حولته الى ايه؟ الى انسان غني. ادي عشان كده ده يفهمك ليه سيدنا عمر بن عبد العزيز لما طلعوا الزكاه في عصره بالطريقه دي بعد 3 سنين يدوروا على فقير مش لاقيين، خلصوا، فهمت؟ خلصوا الفقراء. لكن انت لما بتطلع الزكاه بالطريقه بتاعتنا دي يفضل الفقير فقير لحد ما يموت ويزداد عددا، الفقير يزداد فقرا ويزداد عددا. ليه؟ لان احنا بنطلعها على مستوى الافراد مش على مستوى الحكومه، فالحكومة المفروض تعمل مشروع جمع الزكاة من الناس وتعمل لها ميزانية لوحدها، تقوم ساعتها تنشل الناس من الفقر إلى الغنى، خدت بالك إزاي؟ دي نقطة مهمة. يبقى يعطى الفقير كفاية عمره، لدرجة إن بهذا المفهوم إن ممكن يبقى واحد بيطلع زكاة وياخد زكاة، فهمت؟ يعني إيه؟ يعني أنا عندي 25 سنة عمري وعندي 30,000 جنيه في البنك، أنا هنا هطلع زكاة، لكن لو قسمت ال 30,000 جنيه دي على بقية عمري ما تكفنيش، صح؟ ده أنا أصرفهم في 3 سنين وبقية العمر أبقى معيش أي مال، صح ولا لأ؟ يبقى النوع ده ياخد زكاة ويطلع زكاة، يقوم يجي الحاكم يديله زكاة تكفيه بقية عمره ويطلع الزكاة بال30,000. فهمت بقى الصورة دي؟ يبقى ممكن الإنسان يبقى من أهل الزكاة عطاء وأخذا في آن واحد، وهو الذي عنده نصاب من المال وجبت فيه الزكاة ولكن لا يكفيه غالب عمره لو قسم على حاجته، هذا النوع يحتاج، ودي حتة دقيقة تاخد بالك منها لو فهمنا والحكام فهموا يعني فلسفة أو حكمة، كان زمان العلماء يقول لك حكمة كذا، زمان نحن نقول لك فلسفة الزكاة، حكمة الزكاة أحلى، وإن كان بمعنى الفلسفة برضه. حكمة إعطاء الزكاة إنك أنت تغني الفقير، تطلعه من فقره إلى غناء، الغنى، فتحوله إلى غني، بعد سنة هو نفسه هيدفع زكاة. هتلاقي باستمرار مال الزكاة بيزيد، لأن اللي بيعطوا الزكاة بيزدادوا عددهم، واللي بياخدوا الزكاة عددهم بيقل. فهمت؟ طيب احنا عندنا الفقراء والمساكين وثالث نوع والعاملين عليها،
والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها. العاملين على الزكاة ياخدوا مرتباتهم من الزكاة اللي بيجبوها، الموظفين على الزكاة، بحيث لا تزيد المرتبات عن ثمن المحصل، لأنهم يمثلوا ثمن مخارج مصارف، فما ياخدوش أكتر من الثمن. فإن كانت مرتباتهم تزيد عن الثمن تقوم بإيه؟ الميزانية العامة للدولة توفر الباقي، لكن ما تاخدهاش من مال الزكاة، تاخد مرتبات من مال الزكاة تمنها. كفت العاملين عليها خير وبركة، ما كفتش العاملين عليها تقوم إيه؟ تديهم دعم من الميزانية العامة للدولة. فهمت المسألة؟ ما ياخدوش أكتر من الثمن. طيب النوع الرابع والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم دول أربع أقسام، ركز معايا وخد بالك من الحاجات دي لأن قل من يفهمها في هذا العصر. المؤلفة قلوبهم أربعة أقسام، لازم يكونوا كلهم مسلمين. عندنا احنا في غير باب الزكاة المؤلفة قلوبهم خمس أنواع، في باب الزكاة أربعة بس، خرجنا الكفار لأن في نوع خامس وهو الكافر المؤلفة قلوبهم، إن احنا نديله مال مقابل إنه ما يغزوش المسلمين. ده من تأليف القلوب. افرض في دولة جنبنا كفار وهم أقوى مننا عسكريا وخايفين إن يغريهم قوتهم إنهم يغيروا على بلادنا، إنهم ممكن نديهم ضريبة سنوية مقابل إيه؟ مقابل إنهم لا يغزوا بلاد المسلمين. زي ما كان سيدنا الأمويين كان بيدوا للرومان في أوروبا 100,000 دينار سنويا عدة سنوات عشان ما يغزوهمش أيام الدولة الأموية، واخد بالك على الحدود. فده نوع من تأليف القلوب للكافر، بس ال100,000 دينار دي ما تبقاش من أموال الزكاة، لأن أموال الزكاة لازم لمسلم، ما تنفعش الكافر، تبقى من الميزانية العامة للدولة. ليه؟ لأن أنا مدفع له 100,000 دينار أوفر من أجهز الجيوش وأدافع عن البلاد. فهمت إزاي؟ تبقى تشبه الجزية لما المسلمين يكونوا أقوى. المسلمين لما بيبقوا أقوى بيخلوا اللي حواليهم يدفعوا جزية، مقابل الجزية دي إيه؟ إننا ندافع عن بلادهم وما نغزهمش. فهمتني إزاي؟ طيب العكس بقى، لو المسلمين أضعف يدفعوا مقابل ان هم ما يغزوهمش ويسيبهم في امور دينهم ما حدش يقلقهم. فهمتني ازاي؟ دي علاقات دوليه. ده نوع من التأليف القلوب بس للكافر، لا يؤخذ هذا المال من اموال الزكاه لانه كافر، لكن يؤخذ من الميزانيه العامه للدوله اذا كان قدرها الحاكم ان دفعها اوفر للمسلمين من محاربتهم. واضح؟ يعني افرض محاربتهم هتكلف المسلمين مليارات، لكن هم لو خدوا 10 مليون هيكفوا عننا، خد ال 10 مليون. سهل. فهمت بقى المسألة؟ لا، هي فيها حقن دماء مش هوان. فيها حقن دماء. هذه المسألة لحقن الدماء، لأن إراقة الدماء ليست هي هدف المسلم في حياته، بل هدف المسلم هو حقن الدماء أساسا. واضح؟ الهوان انك انت تتنازل عن دينك، انت مش هتتنازل عن دينك، انت بتديله دنيا مقابل انك تحافظ على دينك، دي اسمها مداراة. واخد بالك؟ المداراة هي ايه؟ بذل دنياك من اجل دينك، والمداهنة بذل دينك من اجل دنياك، وده حرام. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا من أجل الحفاظ على الدين، إنما المداهنة بذل الدين من أجل المحافظة على الدنيا، يعني يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا. النبي قال كده. فهمت بقى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم، من باب المداراة. واضح؟ يقول لك دارهم ما دمت في دارهم كده. طيب المؤلفة قلوبهم أربعة أقسام في باب الزكاة، خد بالك، إنما باب السياسة العامة هيخش معاهم نوع خامس. في باب السياسة العامة
انما باب الزكاه اربعه بس عشان هناخد المسلمين بس المؤلفه قلوبهم من المسلمين. احدها مؤلفه المسلمين وهو من اسلم ونيته ضعيفه، اسلامه ضعيف، راجل دخل في الاسلام وعلى حرف واسرته معدياه وفقد وظيفته، لو سبته وما ساعدتوش هيكفر تاني ويرجع لدينه، في حين انك انت لو يسرت له عمل ويسرت له مأوى وسكن واديته مال يكفيه لحد ما يقف على رجليه هيثبت في الاسلام حتى يذوق حلاوة الايمان. فالنوع ده تديله من الزكاة اللي هو ايه؟ مسلمين اسلم حديث اسلام ونيته ضعيفة، فيتألف بدفع الزكاة له، زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم للطلقاء اللي اسلموا حديثا في غزوة حنين، ادى لنا 100 ناقة وده 200 ناقة وده ما بين جبلين غنم، فكان بإسلام دول أسلم عليهم آلاف بعدهم لأنهم كانوا قوات في عصره. فاهم؟ وأحدهم كان يقول ما زال النبي يعطيني وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. يعني زود الإيمان في قلبه بعطاء الدنيا. فهمت؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إيه؟ أمن أجل لعاعة من لعاعات الدنيا أتألف بها قلوب قوم حديث عهد بإسلام ووكلتكم أنتم لإسلامكم تقولون ذلك؟ ما زال ذهب الناس بالشاة والرعاء وذهبتم أنتم برسول الله بين رحالكم. فبكوا، القصة معروفة في حنين. يبقى النبي كان يفعل هذا. كويس؟ يبقى إيه أول نوع اللي هو إسلام واحد حديث إسلام ونيته ضعيفة ومحتاج ما يثبته فتديله ده من أموال الزكاة. بقية الأقسام مذكورة في المبسوطات اللي هي إيه؟ التاني مسلم نيته قوية، إيمانه قوي لكن زعيم في قومه، فده لو استرديته ثباته في الدين يدخل بقية قومه في الإسلام أو مديله، لأنه هو لما يبقى شريف في قومه لما أعطيه هيعطي القوم أموال تقوم الناس تحبه، تقوم تدخل الإسلام على إيه؟ على حس، لأن جبلت القلوب على إيه؟ على حب من أحسن إليها كده برضو. فلما يبقى الراجل ده مسلم حسن الإسلام ولكنه كمان شريف في قومه، فلو أعطيته أنا أو أجزلت له العطاء ويكسر المال في إيده هينفق على قومه، يوم قومه يدخلوا الإسلام بإسلامه، يبقى النوع ده ياخد، واخد بالك برضه. طيب ونوع تاني، واحد مسلم وشريف ومحترم وعلى الحدود بينه وبين الكفار، يعني على أطراف بلاد المسلمين، فلما يجي الكفار يغزوا البلاد المسلمين أول ما يغزوا من جهته، فالنوع ده اللي هو بيكفينا ما يليه من الكفار نديله. ليه؟ علشان يبقى عنده استعداد كافي بحيث يقدر يواجه الكفار لانه ده على الحدود معاهم، فنديله من مال الزكاه علشان بيكفينا ما يليه من الكفار. واضح؟ لانه ده على اطراف بلاد المسلمين، فلازم يكون على اطراف بلاد المسلمين عنده استعدادات جامده، والاستعدادات دي تكلفه كتير، فلازم اساعده على هذا واثبته فاعطيه. كويس؟ وفي نوع ثالث، الرابع بقى الأخير اللي هو واحد يكفينا شر مانع الزكاة، يعني واحد مسلم حاكم في مكانه وهو غني وكل حاجة وبيحكم مسلمين، لكن لو ما ادينالوش أموال مش هيعرف يجبي الزكاة من قومه كويس، لأنه جباية الزكاة دي محتاجة عمال ومحتاجة مصاريف ومحتاجة، فنديله ما يعينه على إنه هو يجمع لنا الزكاة من قومه حتى لا يمنعه الزكاة. كويس؟ طب افرض بلاد المسلمين عندها الجيوش قوية وتقدر تجيش الجيوش في أي وقت وتمنع مانع الزكاة وتمنع الكفار اللي هم يلونا انهم يدخلوا بلادنا، ما نديش للأطراف خلاص، وفينا هم الكفار لأن ميزانية الدولة العامة للجيوش قوية، طيب مش محتاجين النوعين دول نديهم من الزكاة. واضح؟ دول الايه؟ الثلاث انواع الباقيين من الاربعه
كلهم مسلمين. انا رأيي ان يدخل فيهم نوع تاني حديث في عصرنا الحديث، وهو اصحاب الافكار الدخيلة في وسط المسلمين من المسلمين اللي يسيئوا للاسلام بنشر افكار مغلوطة عن الاسلام، كالمسلمين الذين نشأوا في بلاد الكفار فتثقفوا ثقافة الغرب وهم مسلمون يصلون، نسميهم الوقت ليبراليين في العصر بتاعنا، ويعمل جريدة ويبتدي يهجم ويهاجم بعض أحكام الإسلام بسبب سوء فهمه، مش بسبب سوء الأحكام، بسبب سوء فهمه للأحكام، فيعرضها في صورة مغلوطة ويثير الشبهات حول هذا الدين من خلال جرائد، من خلال قنوات فضائية، من خلال أفلام بيعملها، لأنه هو نشط في هذا وبيجد أنه هو بيجمع مال من هذا الطريق، وده موجود كثير الآن، واخد بالك. هذا النوع يفضل ان احنا نعتبره من المؤلفة قلوبهم، اننا اذا كنت بتعمل كده عشان مال احنا نديك مال لحد ما يستكن الايمان في قلبك وتعرف ان ما تقوله انت حقائق هي شبهات مردود عليها، فلا تسرها وتغير قلوب الناس، كويس. فده النوع ده يدخل في زماننا ده، برضو دول اذا كان هو بيعمل كده علشان عنده جريدة وعايز ينشرها، إذا كان بيعمل كده عشان عنده قناة عايز يكتر اللي بيتفرجوا عليه علشان يثير الإثارة، لأن الإثارة بتكون سبب في كثرة المتفرجين، وكثرة المتفرجين سبب لكثرة الدعاية والإعلانات، يعني زيادة لدخل القناة كده. فإذا كانت المسألة هو ده الدافع، نقوم إيه، إذا كان الدافع هو المال نديله مال وبلاش كده، إذا كان الدافع جهل يقوم إيه العلماء المسلمين يعملوا محاضرات مع هؤلاء الناس ويزيلوا ما عندهم من شبهات ويحللوا إشكاليتهم. إذا كان الهدف هي مجرد أفكار مش هدفه جمع مال، يبقى إذا كان هدفه جمع مال يبقى يدخل في المؤلفة قلوب. فهمتني بقى إزاي؟ نريح ندي له، أنت الجريدة بتاعتك يا سيدي لما بتعمل كده بتجيب لك كام؟ يقول لك بتجيب لي 20,000 جنيه في الشهر، هندي لك 25,000 في الشهر. واكتب بقى، خليك صادق في الأخبار بتاعتك، متهتمش بانك انت هتبيع قد ايه، المهم تبقى المكتوب صح ولا تنشر الاكاذيب، واحنا نكفيك ما اهمك من معاشك، ولادك هندخلهم المدارس ببلاش، انت تامين صحي ببلاش، عايز شقه تسكن فيها هنديك شقه فخمه، كل ده منين؟ من اموال الزكاه. فهمتني ازاي؟ اذا كان هدفه المال فده نوع برضه يدخل، بس ده محتاج فقه حديث عشان تقدر تدخله وسط المؤلفة قلوب. طيب، وبعد كده في سبيل الله. وأما في سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة. احنا عندنا الغزاة دول اللي هم الجيوش المسلمين نوعين، ناس متطوعة على حسابها وناس مرتزقة يعني بتاخد مرتبات، واخد بالك، في الرقاب. احنا لسه او الغارم، احنا لسه. طيب خلاص، وفي الرقاب، الرقاب اللي هم ايه، مش موجود دلوقتي، الرقاب اللي هم عشان تشتري عبيد وارقاء وتعتقهم، او تشوف المكاتب، العبيد المكاتبين اللي هو يتشوف للحرية وعليه اقساط، ادفع له اقساطه وعجل بايه بتحريره من اموال الزكاة، يبقى ده في الرقاب، كويس. وده النوع ده مش هيبقى موجود دلوقتي في زماننا. ما هيجي الغارمين، هيجي الغارم، الغارم ده المديون، هيجي بقى ايه الغارم، لا الكفيل ده ما بتبقاش انت عبد عنده، ده نوع من الجوار، لكن مش عبودية هي، يعني هو لا يملكك، لا يستطيع ان يبيعك ولا انت تشتري نفسك منه. فهمت؟ دي علاقة اصلا بين واحد مواطن في مكان يقدر يجلب مواطنين اخرين وتحت ايه رعايته، بحيث لما دول يعملوا مشكلة الحكومة تقدر توصل للكفيل بتاعهم عشان يجيب لهم دول، يبقى مسؤول عنهم مقابل مسؤوليته عنهم، ياخد منهم مقابل جزء من مرتباته. فده نظام حديث زي نظام الجوار في الجاهلية زمان، اصبح اللي هو الكفالة الان. كان زمان كان يقول لك فلان عايش في جوار فلان، مش بتقراها كده في اي كتب السيره، او الجوار ده اصبح هي الكفاله الان.
نوع من الكفالة. كان زمان الجوار شهامة، أصبحت الآن الكفالة في زماننا بالمال، واخد بالك؟ علشان الناس بقت تحب المال. لا، ده بيبيع هنا، مش بيبيع اللاعب نفسه، ده بيبيع خبرته. مش رقيق، ده عقد عمل، ده مش رق. احنا بنتكلم الرقيق اللي هو ايه يعني، عبد بيبقى غير موجود له. والغارم على ثلاثة أقسام برضو، الغارمين اللي هو المدينين، أحدها أول واحد من استدان دينا لتسكين فتنة بين الطائفتين في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل ديته بسبب ذلك فيقضى دينه من سهم الغارمين غنيا كان أو فقيرا. يبقى الغارم أول نوع استدان لإصلاح ذات البين في أسرتين بينهم وبين بعض فساد بين، يعني لدرجة أنهم هيقتلوا بعض، بتحصل في الصعيد كتير. يوم هو يتحمل من ماله دية قتيل أحد الأسرتين دول مقابل أن يوقف الثأر، يقول لهم يا جماعة إذا كنتم أنتم زعلانين عشان القتل أنا هديكم 1,000,000 جنيه دية هذا القتيل، بس ما تعملوش إيه ثأر وكل شوية واحد يقتل واحد من كل أسرة. عايزين نبطل الحكاية، نعمل صلح ودية القتيل ده أنا هتحملها. فتحملها فدفعها فصار غارما، وافقوا الحمد لله والصلح، وراح دافع هو 1,000,000 جنيه استلفهم. فده بقى ايه، يجي بيت مال المسلمين يديله لانه غرم من اجل ايه، من اجل الاصلاح ذات البين. فهمت؟ ده اول نوع من الغارمين. احنا عايزين نعمل كده، عايزين نعمل كده فعلا. والمفروض الاخوان اول ما كانوا يمسكوا مصر كانوا يعملوا كده، مشروع جمع الزكاة بطريقة حكومية، ويتعمل بيت، وهو الأزهر عنده المشروع في الأدراج أصلا معمول، ده من زمان بقاله سنين، بس مش لاقي إيه أحكام في الدستور. يعني شوف الدستور فيه كم مادة، ما فكروش يعملوا فيه مادة تجمع الزكاة بمعرفة الحكومة، واخد بالك إزاي؟ مع أن الموضوع ده موجود في أدراج الأزهر عند الشيخ الأزهر بقاله سنوات طويلة من أيام الشيخ عبد الحليم محمود، واخد بالك؟ لا، الضرائب غير الزكاة، لا، الزكاة ليها مصاريفها وبتأخذ بنسبة معينة وبمال معين، ليها نظام، والناس مش هتتهرب منها علشان عبادة. ونبطل بقى دفع الزكاة على مستوى الأفراد، لأن دفع الزكاة على مستوى الأفراد بيخلي الفقير يظل فقير. إنما لو اجتمعت من كل مصر، تصور أنت مصر فيها كام واحد ملياردير؟ كتير. المليار زكاته 25,000,000 جنيه، المليار الواحد في السنة. فتصور انت هيبقى بيت مال المسلمين الزكاة ده يمكن يفوق ميزانية العامة للدولة، واخد بالك؟ ساعتها بقى نحل التعليم، مشكلة التعليم، ونحل التأمين الصحي، ونحل حاجات كتيرة، ونقدر بقى ندي فعلا للفقير ما يغنيه. مش يجي لك الفقير تديله ورقة بخمسين جنيه وتقول له ربنا يسهلك، هيجي لك بعد سنة تديله 50 جنيه، ما الخمسين جنيه هيصرفها، لا، ما تجيبش كيلو لحمة، ما تجيبليش كيلو لحمة حتى في يوم واحد، ويفضل فقير بعد كده برضه. فمش هي دي الحل، فربنا يعلمنا. يبقى أول نوع من الغارمين من استدان دينا لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قتله فتحمل ديته بسبب ذلك فيقضى دينه من سهم الغارمين غنيا كان أو فقيرا، طالما إيه أنفق هذا في إيه، في الإصلاح ذات الدين. طيب، وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدين عليه. طب افرض هو قدام من ماله راجل غني وما استدانش، ما نديلوش بقى، جزاه الله خير، ربنا يديله في الاخر. فهمت؟ يعني هو صحيح تحمل الديه ودفعها 1,000,000، بس هو الراجل عنده مليارات، خلاص كتر خيرك جزاك الله خير. فهمت؟ لكن هو الراجل هنا الصوره اللي هي بياخد في ايه، ان هو استدان عشان يجمع 1,000,000 جنيه ويدفعها ويهدي المساله، يبقى ساعتها ياخد. فإن أداه من مالي أو دفعه ابتداء لم يعطى من سهم الغارمين. وبقية أقسام الغارمين في المبسوطات نوعين الباقيين، من استدان لنفسه أو عياله. النوع الثاني من استدان لنفسه أو عياله في مباح، خلاص، أو صرفه في معصية. يعني هو استدان من أجل مباح علشان ينفق على عياله،
فقام لما خد الدين ده صرفه في معصيه، شرب بيه سجاير وحشيش، فهمت؟ فاصبح غارم، فهمت؟ يبقى من استدان لنفسي او عيالي في مباح وان صرفه في معصيه يبقى برضو ياخد، او تداين. طب افرض استدان من اجل معصيه لكن صرفه في مباح، استدان علشان يلعب قمار فخد الدين ده علشان يقولك اعوض اللي خسرته في القمار. هو ساعات يفكروا كده بتوع القمار دول، بمقاوم اصله زنخ، واللي بيفكر كده عمره ما بيكسب، يفضل طول عمره كده. المهم هو بقى تفكيره كده، مخه مقلوب، ألما أخد قرض من البنك 20-30 ألف جنيه علشان ألعب بيهم قمار أعوض المليون جنيه اللي أنا خسرته في القمار، يعني بيستدين من أجل معصية. فلما خد التلاتين ألف دول خرج لقى أمه هتعمل عملية ومحتاجاهم، راح اداهم لأمه وصرفها عليها العملية، فصرفها في مباح أو واجب، لكن هو استدان. ده ياخد، ده ياخد برضه. ها؟ لا، كل ده استدان لنفسه. ما هو استدان لنفسه اما من اجل مباح وصرفه في معصيه، او من اجل معصيه وصرفه في ايه؟ في مباح. او افرض صرفه في المعصيه بتاع القمار ده واستدان تاني وتاب الى الله وحسنت توبته، نقضي ديونه ونقول له توب الى الله ما تعملش كده تاني ونديه. واضح؟ طيب، كل ده تداين لنفسه. طيب في نوع ثالث بقى من الغارمين، من تداين من اجل غيره لضمان. يعني انت مثلا جاء صاحبك قال لك ايه، انا هشتري عربيه بالتقسيط والبنك بيشترط واحد يضمني، فجيت انت رحت ضمنه، جاء هو عجز عن دفع الاقساط، فهمت؟ يقوم البنك يعمل ايه؟ يدور على الضامن، فتلاقي نفسك انت ايه؟ الضامن غارم، فتغرم. فالنوع ده يدفع له من الزكاة. ان كان هذا الضامن لا يستطيع دفع ما ضمنه لانه فقير اصلا، او كان باذن الاصيل، لكن لو من غير اذن الاصيل مالناش دعوه، انت اللي تطوعت في مساله تحمل بقى مسؤوليتك، فاهم؟ يبقى لابد ان يكون الضمان باذن الاصيل، وان يعجز الاصيل عن الدفع، وان يعجز الضامن عن الدفع، في الحاله دي يدفع له بالشروط دي كلها، فاهم؟ من تداين لضمان، خلاص، وكان ضمن باذن الاصيل وقد اعسر هو والاصيل، في الحاله دي ياخد، غير الشروط دي يبقى مش هياخد. يعني افرض ان انا ضمنته في اقساط السياره وعندي امكانيات ان انا ادفع هذا، خلاص ما اخدش انا من باب الزكاه، ادفع بقى من فلوسي عشان انا اللي ضمنته، وبعد كده لما يزول عسر الاصيل يبقى يسدد لي انا بدل ما يسدد للبنك، فهمت بقى؟ بس طبعا يبقى قابلني في المشمش، بقينا في زمن دلوقتي اللي بياخد حاجه ما بيسددهاش، يعني ان شاء الله يوم القيامه باذن الله ان شاء الله تاخدها ثواب. طيب، واما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقه بل هم متطوعون بالجهاد. يبقى الجيش نوعين، تطوع، متطوع ده ياخد من اموال الزكاه عشان نجهزه وننفق على اسرته لحد ما يجي من الغزو كمان، يعني ننفق. انت بتكلف اسرتك كل شهر كام؟ 3000 جنيه مثلا، وهتروح تغزو متطوعا مش بتاخد اجر، يقوم بيت مال المسلمين يتكفل يدفع لاسرتك 3000 جنيه كل شهر لحين ما تيجي انت من الغزو. ومش كده وبس، وكمان يكلفك يجيب لك سلاح تروح تقاتل بيه، ويجيب لك مثلا ايه اموال تقدر تاكل منها طول فتره الغزو، كل ده من سبيل اذا كنت متطوع. انما لو كنت تابع الجيش النظامي خلاص انت مالكش دعوه، انت بتاخد مرتب واكلك وشربك تبع الجيش ولبسك تبع الجيش وسلاحك تبع الجيش، كل ده من الميزانيه العامه للدوله، واضح؟
افرض ان الغازي ده المتطوع ده دون اسمه في الغزاة وادرجوه في اسماء من تجب عليهم الزكاة، وهيطلعوا لاسرته 3000 جنيه كل شهر، ثم بان له الا يغزو وجب عليه ان يرد ما اخذ. واخد بالك؟ فهمت بقى المسألة؟ لانه واخدها من اجل انه يغزو فلم يغزو. طب افرض انه هو الحمد لله غزا ومراته كانت شاطرة، بقت توفر من الثلاثة الاف جنيه كل شهر دي 500، فغاب 6 شهور في 500، ادي كام؟ 3000 جنيه، يرجع يرجعهم. فهمت ازاي؟ يعني لو فاض من الاموال الغزو اللي خدها تعد وجب عليه اداها البيت مال المسلم. فهمت المسألة دي؟ كل دي مسائل مهمة تاخد بالكم. يبقى اللي في سبيل الله في ابواب الزكاة هو في من اجل الغزاة. الوقت توسعوا بعض الفقهاء خلافا لايه للمذاهب القديمة، وقالوا اللي في سبيل الله يدخل فيه المدارس والمستشفيات، واخد بالك ازاي، والملاجئ ودور اليتامى، كل ده يدخل في سبيل الله، لان الوقت ما بقاش فيه غزو متطوع واصبحت كل الجيوش نظامية، فما فيش الغازي المتطوع، فنحط محلها ده. واضح؟ فبعض العلماء أجاز ذلك في هذا العصر، لكن لا يدخل. ممكن، بس هو هيعمل دور أيتام، دور أيتام دي تبقى في سبيل الله يأويهم، لكن الفقير ما بياخدش دار، ده بياخد مال. فهمتني؟ أو يبني مستشفى، دي من إيه؟ من في سبيل الله، لكن ما الفقير ما بياخدش مستشفى، ياخد مال وهكذا. الفلوس اللي خدها من اجل الغزو وبقيت منه، لا، اللي استهلكه خلاص، ولو بقي يبقى في ذمته عليه رده ما تبقى عنده. يبقى يرد ما اخذ ان لم يغزو او ما فضل منه بعد الغزو. فهمت؟ يرد ما اخذ ان لم يغزو، يرد بالكامل، او ما فضل منه بعد الغزو إن فضل. فهمت المسألة؟ لا، ما احنا مش هنديله على فكرة في فترة الغزو بقية عمره، نديله فترة لحد ما يرجع، اللي بنديله فترة عمره ده الفقير والغائي والمسكين، لكن الغارم لا، الغارم بنسد دينه وخلاص. الغزاة برضه بنديله ما يكفي في الغزو ويرجع، ابن السبيل نديله ما يوصله لبلده، انما اللي بديله ما يغنيه فترة عمره هو المسكين والفقير بس. فهم؟ واما ابن السبيل فهو من ينشئ سفرا من بلد الزكاة او يكون مجتازا ببلدها ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية بسفره. طيب، يبقى لابد ان يكون محتاج ابن السبيل ده، وانه لا يعصي بسفره، يعني مش سفر معصية، مش مسافر علشان ايه؟ يقتل مسلم، مش مسافر علشان يعمل فساد في بلاد المسلمين، لا، ده مسافر علشان يعمل امر مباح او امر واجب او امر مستحب او حتى امر مكروه، يتفسح. تفسح كده بلا بتاع. طب انت جاي تتفسح وانت اصلا ما عندكش فلوس. فهمت ازاي؟ ممكن بقى في زماننا احنا تديله قلمين. لا، ما تديلوش قلمين، رجعه بلده. وتقول له ما تعملش كده تاني. فهمت؟ لكن لو جاي يعمل فساد في بلاد المسلمين، يبقى ده جاي بيعصب سفره. يبقى ده ساعتها ما نديلوش ايه؟ من اموال الزكاة. لكن على فكرة نرجعه بلده بس من مطلق مال المسلمين، مش من اموال الزكاة. برضه نرجعه بلده من باب التكافل، لكن مش من اموال الزكاة. معناه كده نرميه يعني؟ لا، مش هنرميه برضه، يعني هو مش هيضيع في اي حال، لكن احنا بنتكلم ان اموال الزكاة دي ليها مصارف معينة، فلو ملوش مصرف من جهة الزكاة يجي له مصرف من جهة ايه؟ التكافل بتاع المسلمين العادي. الميزانية العامة للدولة بقى تكفل كل واحد جايب بتأشيرة دخول وعجز عن العودة البلدي انها ترجعه البلد، الحكومة مسؤولة عن هذا. فهمت؟
اللي يسموه ايه، يقول لك رحلناه، نظام الترحيل. ونظام الترحيل اللي معمول في الدول دلوقتي ايه؟ بيبقى على حسابهم، على حساب الحكومات، علشان تخلص من الناس اللي قاعدين بطريقه غير قانونيه. فهمت؟ فده بيرحلوه، يعني هو ده نظام ابن سبيل برضه، لكن ما يكونش من اموال الزكاه لو كان عاصي بسفر. خدت بالك؟ طيب. طيب لو كان لغير غرض صحيح، يعني مسافر كده، يسموه ايه في كتب الفقه ده اللي لغير غرض صحيح؟ يسموه كالهائم. الهائم يعني ماشي من بلاد الله لخلق الله، زي ايه عقلة الصباع كده، يقول لك ماشي من بلاد الله. والشاطر حسن، القصص بتاعتنا بتاعت الاطفال، يقول لك ماشي من بلاد الله لخلق الله، يعني ملوش وجهة معينة. ده اسمه هائم. برضو الهائم ده واخد بالك ما ياخدش من اموال الزكاة، واضح؟ لكن ياخد من اموال اخرى، من 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 جهات اخرى، لكن ما ياخدش من اموال الزكاه. وقوله والى من يوجد منهم، اي الاصناف، في اشاره الى انه اذا فقد بعض الاصناف ووجد البعض لمن وجد، فان فقدوا كلهم حفظت الزكاه حتى يوجدوا كلهم او بعضهم. يبقى الحاكم بينفق على الاصناف الموجوده. افرض احنا في زمن مفيش مؤلفه قلوب، خلاص مش هينفق على مؤلفه قلوب، يشيلها. مفيش فقراء لكن في مساكين، يدي للمساكين. مفيش ابن سبيل، مفيش غارمين، يبقى متشاله لحد ما يوجد الاصناف. واخد بالك؟ يعني ينفقها على الاصناف الموجوده. واخد بالك؟ مش موجود اي صنف، يشيلها ببيت مال المسلمين ويستثمرها لحين ما يوجد احد الاصناف. فاهم؟ كل دي مسؤوليه الحاكم. ها؟ لا يصرفها كلها لو محتاجين، لو استوعبت كل، لان هي هتتجدد، هتجيله كل سنه. طالما يقسمها بقى على حسب الحاجه برضه، على حسب حاجه كل صنف. يعني عندي الفقراء اكتر من ابن السبيل بكتير، فاخلي نصيب الفقراء اكتر شويه. عند الشافعيه لابد ان هو يستوعب الاصناف الموجوده كلها، الحاكم لابد ان يستوعب جميع الاصناف. عند المالكيه يجوز للحاكم اختيار صنف او صنفان، واخد بالك، اذا وجد ان المصلحه هكذا. واخد بالك ازاي؟ يعني عند المالكيه الامر واسع، اوسع من الشافعيه. الشافعيه لا، كل الاصناف لازم يستوعبهم الحاكم، واخد بالك، في بيت مال المسلمين، بحيث انه في بيت الزكاة يعني، ويقسمهم عليهم بالتساوي. يبقى عندي الفقراء ياخدوا التمن المجموع، وابن السبيل والمسكين التمن، وابن السبيل تمن. طب انا عند ابن السبيل ما استهلكش التمن، اخد جزء الباقي احطه في ايه؟ في اي حتة تانية. لكن الاول يبقى عندي التمن متشال لابن السبيل. مرت السنة وما قابلنيش ابن سبيل، اروح محوله لجهه اخرى. فهمتني ازاي؟ كل دي واجبات الحاكم يعني يعملها. المفروض دي مصلحه كبيره، مصلحه الزكاه، وفيها موظفين، وتكون ليها فرع في كل محافظه، وكل محافظه ليها فروع في كل مدينه تابعه للمحافظه، تبقى هيكل تنظيمي كبير، بحيث ما يفوتش كفر من الكفور ولا زواق من الازقه، الا هم عارفين مين المسكين اللي فيه، ومين الفقير، ومين الارمله، ومين اليتيم. محدش. تبقى كده زي نظام الحكم المحلي كده. واخد بالك؟ لو تصورنا هذا، هتبص تلاقي ما تجدش فقير. تصور كمان مثلا البلاد دي بتصدر بترول، بيجي لها دخل، 20% من دخل البترول يتحط في ايه؟ في اموال الزكاه كمان. هتبص تلاقي ايه؟ خزنه الزكاه دي عمرانه من جهات كتيره، من الاغنياء ومن التجار ومن ومن جهة البترول، واللي يجد ركاز، واللي يجد، واللي بيستخرج من المعادن وبيطلع، واللي بيزرع، والمزروعات تجدها ميزانية ضخمة جدا قد تفوق ميزانية الدولة. واخد بالك؟ طيب. ولا يقتصر في إعطاء الزكاة على أقل من 3 من كل صنف. ده عند الشافعية كده، لابد يبقى كل صنف من 8 أستوعب منه 3 على الأقل. 3 من الفقراء، 3 من المساكين، 3 ابن سبيل، 3 غارمين كده. إلا العامل بس،
فإنه يجوز أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية، وإذا صرف الاثنين من كل صنف غرم في الثالث أقل متمول، وقيل يغرم له الثلث. يعني افرض أنه هو إدى لعاملين اثنين، فاتضح أنه محتاج عامل ثالث معهم يساعدهم، يقوم يدي للعامل الثالث، يشوف نصيب العاملين التمن كويس، رحت انا مقسم التمن ده على اثنين عمال، كان حقه يتقسم على ثلاثة، اشوف الفرق وادفعه من ميزانية عمل الدولة. فهمت ازاي؟ طالما احتاج، والسنة اللي بعدها اروح مدخله في المرتبات. فهمت المسألة؟ فانه يجوز ان يكون واحدا ان حصلت به الكفاية، واذا صرف الاثنين من كل صنف غرم للثالث اقل متمول، وقيل يغرم له الثلث، وده الراجح يعني اسهل، لان اقل متمول ده صعب، انما الثلث حاجه ليها قدر محسوب. وخمسه لا يجوز دفعها اي الزكاه اليهم، في خمس اصناف ما ينفعش ياخدوا زكاه، الغني بمال او كسب، لا تجوز الزكاه لكل قوي ذي مره قوي، الرسول قايل كده، لا تجوز الصدقه لكل ذي مره قوي، حديث رواه ابن ماجه والترمذي وغيره، يعني طالما عندك قوه على الكسب واخد بالك وعندك مهنة يبقى ما ينفعش تاخد الزكاة، قوم اشتغل بمهنتك وعندك قوة. يبقى الغني بمال او كسب، واحد صحيح ما عندوش ما يكفي بقية عمره، لكن لما بيشتغل بيكفي مصاريفه خلاص خارج، لما يعجز يبقى نديه، طالما هو عنده القدرة او قادر بكسب ما نديلوش من الزكاة. والعبد، العبد ما ياخدش برضه، لان لو خد هياخده سيد وسيده غني ما ياخدش. وبنو هاشم وبنو المطلب، لان الزكاة اوساخ الناس، ودول اشرف من ان هم ياخذوا اوساخ الناس بسبب شرف نسبهم والاكتفائهم بالخمس في المغنم. وبنو هاشم وبنو المطلب سواء منعوا حقهم من خمس الخمس او لا، وكذا عتقاؤهم لا يجوز دفع الزكاة اليهم، ويجوز لكل منهم اخذ صدقة التطوع المشهور، لكن مش من الفريضة، ما عدا النبي ما ياخدش الا الهدية اكراما لحق النبي، لكن قرابته ممكن ياخذوا صدقة التطوع ان احتاجوها ولا ياخذوا صدقة الفريضة. واضح؟ جوز الامام الاصطخري وهو من اصحاب الوجوه عند الشافعية ان يكون بنو هاشم وبنو المطلب ياخذوا من اموال الزكاة ان منعوا الخمس حتى لا يتركوا محتاجين. واضح؟ جوز ذلك. والإمام البيجوري يقول والأولى أن نأخذ بكلام الاستخري في هذا الزمان، وسيدنا زكريا الأنصاري كذلك كان يستحب ذلك. واضح؟ ليه؟ لأنه ما بياخدوش الخمس الواحد. والكافر برضو ما ياخدش، وفي بعض النسخ ولا تصح للكافر، يبقى لازم الزكاة تخرج لمسلم، عشان كده في إيه؟ في مؤلفة قلوبهم خرجنا الكفار من أبواب الزكاة. ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها أي الزكاة إليهم باسم الفقراء والمساكين. أنا يلزم علي أن أنا أنفق على أولادي وعلى زوجتي وعلى أبي إن عجز عن الكسب، وعلى أمي إن عجزت عن الكسب، وعلى أختي إن كانت أرملة وفقدت من يعولها، دي واجب أن أنا أنفق عليهم. كويس؟ طيب، لا يجوز أن أنا أعطيهم الزكاة على انهم فقراء ومساكين، لكن يجوز اعطاء عليهم لو كانوا عليهم دين، لو كان ابن سبيل، لو كان غازي يغزو في سبيل الله، يبقى لو باي صفه اخرى غير الفقر والمسكنه ممكن اعطيه. يعني ابني اديله الزكاه لو كان بيدفع اقساط على شقته، يعني اشترى شقه بالاقساط عشان يتجوز فاصبح مدين، كل شهر بيدفع له 3000 4000 جنيه في الشهر قسط للشقه اللي هو اصلا ايه شريه وهو ابني، انا ممكن ادفع له انا القسط لانه غارم. فهمتني ازاي؟ لكونه غارم، سافر عشان يتعلم بره وضاعت امواله، ادفع له التذكره اللي يرجع بلده بيها من اموال الزكاه لانه ابن سبيل. فهمتني ازاي؟ يبقى لو اتصف بصفه اخرى غير الفقر والمسكنه ممكن اديله من اموال الزكاه وهو من اصولي او فروعي. واضح؟ مهمة الحتة دي، ناخد بالنا.
ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها أي الزكاة إليهم باسم الفقراء والمساكين، ويجوز دفعها إليهم باسم كونهم غزاة أو غارمين أو ابن سبيل مثلا أو مكاتب، كل الحاجات اللي احنا ايه قلناها قبل كده. والله تعالى أعلى وأعلم. احنا بقالنا قد ايه؟ خدنا قد ايه؟ ساعة؟ ساعة ونص؟ كتير قوي. بس احنا خلصنا الزكاة عشان نعوض لكم الدرس اللي فات. هو سؤالين بس ومش عايزين كتير بقى. من جهة نظر تفريق الأحكام، فمثلا من يزرع ما يحرم مثل البانجو وغيره، هل يجب أن يخرج الزكاة في المذاهب التي نوجبها في كل ما يزرع؟ لا، ما يطلعش زكاة زروع، لأن احنا زكاة الزروع يطلعها زرع، فهيوزع الناس حشيش وبانجو؟ ما ينفعش، فما يطلعش. لكن أما يبيعه ويبقى معاه أموال هيطلع زكاة المال ولا تقبل منه لأنها من حرام. فهمتني؟ بس. طيب، في البقر المسنة أو التبيعين على الترتيب أو الترتيب لا؟ لا، يعني ده أو ده. ويختار المالك على فكرة. بنخير المالك الأيسر له يدفع. كويس؟ مثل المناجم، هناك من ينادي بزكاة على إيجار الشقق المؤجرة، فما رأي سيادتكم؟ لا، إيجار الشقق المؤجرة دي بيجي لك هذا الإيجار، إن كنت بتحوشه فهيدخل في مالك، لما يحل عليه الحول هتطلع الزكاة، إن كنت بتصرفه فلا زكاة على ما تنفقه. سهلة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.